العالم بتختفي كل مرة برمش أو كل مرة بسعل. أنا بكره هالعالم، فأكيد كل مرة برمش هيك بيختفوا أسرع. خلينا نشوف قديش بعد في عالم. 10,000؟ اف ضيعتنا صغيرة، كيف في 10,000 شخص؟ على كل حال لازم ارمش أكتر كرمال يختفوا وآخذ الضيعة كلها لحالي. مايكل شو عم تعمل؟ عم حاول خلي كل العالم تختفي من هالضيعة وتصير الضيعة لإلنا لحالنا. شو؟ يعني أنت صاحب هذا القرار اللي عم يخلي العالم تختفي؟ إيه، وليش انصدمتي؟ ما تقول لحدا، انتبه لحالك. ماما بس أنا مش حخليكي أنت تختفي، حخليهم كلهم إلا أنت. بس ما فيك تتحكم بمين يختفي لأنه بتصير بشكل عشوائي. شو؟ هاي برو. هاي. بس بدي اسألك، بمعدل كم مرة الواحد بيرمش بالنهار؟ بمعدل 10,000 مرة. هذا الشيء بيعني انه كلهم حيختفوا بنهاية هيدا النهار؟ ايه برو، بس ليش عم تسأل؟ لا لا ولا شيء. انا كان بدي خبرك انه انا اليوم اختفيت؟ انتبه انتبه، انا سمعت انه الشخص المسؤول عن اختفاء العالم موجود بهالمدرسة. انت كيف عرفتي؟ مش مهم، مهم لازم نلاقيه قبل ما كلنا نختفي. أكيد كلنا سمعنا الطريقة اللي حنستخدمها لنكشف الفاعل. أستاذ بركي كان هذا الشيء مش مزبوط. لك كيف مش مزبوط؟ ما صار مختفي فوق 7,000 شخص. لازم نلقطه بسرعة. بس شو حتعملوا فيه؟ نقتله قبل ما يخلينا كلنا نختفي. وكيف حتلاقوه؟ طريقة سهلة كتير، كل شخص بيرمش بالدور، وإذا حدا اختفى بيكون هو مسؤول عن الاختفاء، وهيك فينا نكتشف مين هو المسؤول الكبير. يلا يا مايكل اجا دورك ارمش. يه ليش مش عم ترمش؟ لازم ارمش بسرعة كرمال كلهم يختفوا قبل ما يقتلوني. انا كتير زهقان، ما في حدا احكي معه ولا حدا يلعب معه، ما كان لازم اعمل هيك شيء، حتى ما في ياكل مع حدا. لحظة، بعد في عالم عايشة؟ لازم لاقيهم. لحظة، سمعت شيء بهداك البيت، لازم روح شوف مين فيه. واخيرا ما رح ضلني لحالي بهيدي الضيعة. أخيرا مايكل إجا. أنتو كيف بتعرفوا اسمي؟